السلام عليكم كل الشيخ ماشي تمام جايكم الحلقة اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. ما عندنا اي شغله ولا عمله فايش بنسوي باليوم؟ بنشوف يعني نتعرف على خطايب اليوتيوبرز اللي اخر ناس اليوم نارين بيوتي وديسنس مان. صراحه نارين بيوتي ما سويت عليها مقطع لانه شفت صراحه ما يحتاج. زوجها كبير وعاقل فما يحتاج. طبعا يا عيال اليوم انا بحيي نفسي صراحه، اليوم انا جبار مره يا عيال. خلص مونتاج مقطع وسويت ثامنيل، كتب الدفتر كامل، كتب الذولي. شوف 1 2 3 4 ويا عيال والله عظيم يمكن حول 10 أوراق خلصتهم وقاعد اصور لكم الحين مقطع. ورب الكعبة اني ليجندري، يعني انا افضل من اي يوتيوبر. ليش؟ اني شنب صراحة. شك اما امشح مشح فا الى ما كنت ها فلا تسألك وشترك حسنا توجد في حسنا تغسل بنا عليك كامل تبعني استبعد صلى النبي سبحان الله وحمد سبحان الله عظيم. Let's go. نبدأ المقطع. اوكي يعني اول ناس بنشوفهم هي نارين بيوتي او مسميها على نارينز بيوتي، ادري صراحه ليش هذول حقين الجانب جتفون صراحه. بس هي قاعد الاحظ شيء، نارين بيوتي في عندها مقطع قبل شهرين جايب 2 مليون مشاهده، ومقطع قبل 3 شهور 1.5 مليون. سعيال سالفة الخطوة ما خطوة قاعدة تجيب مشاهدات كثير مرة 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 كثير. يعني عندها المقطع ذا 6 مليون، المقطع ذا 5 مليون، المقطع ذا 5.5 مليون. شكلي بكرة بخطب أنا عارفين. لا صراحة فبندخل على المقطع ذا اتعرف على خطيبي. هاي كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم معي رامي الأكثر طلباً في الشرق الأوسط حالياً. هاي رامي. هاي كيفك نارين؟ منيحة رامي. شبك؟ طيب في فيديو اليوم رح نتعرف أكثر على رامي اللي هو خطيبي، ورح نتعرف عليه أكثر للناس اللي طبعاً يا عيال أنا في المقطع ذاك كنت أقول لكم أنه أنا خايف من الحلب، وابشركم بلش الحلب. ما بتعرف نحن صرنا فتره خاطبين واليوم هو اليوم التعارف العالمي. صح. جاهز؟ انا جاهز. اوكي سو في عندنا فقرات. اوكي في اسئله الي والك ما بعرفهم انا، في اسئله المتابعين لك. رامي كم ولد عندك؟ كارلا سمير. مين سمير؟ ما عندي ولا ولد ابدا. بعرف هالسؤال ليش جاي، لانه اظن انا حاطط على ماي انستغرام ابو الياس وفي صور مع اولاد اختي، فلسبب ما اولاد اختي صاروا اولادي. بس لا ما عندي ولا ولد. اوكي كم مره متزوج؟ ولا مره. ارتحتوا؟ ارتحتوا؟ طب ليه مكتوب عندك ابو الياس؟ لانه هون صارت ام الياس. لك لسه ما صرت يعني بالمستقبل قصدي. ان شاء الله. قاعد تفرج حرفيا على ناس مثل كذا غريبة. صح انه مكبر بس تحس كذا قاعد تفرج على ناس حرام تقول دول من عندنا. هذا لقب بسوريا، نحن عنا الشباب دايما بيكونوا على سمايين على اسم ابوهم. ابوهم سو صح يكون الاخ الكبير على اسم الاب وباقي الاخوة مو ضروري لازم يكونوا على اسم الاب. مثلا انا اسمي ابو عقيل. ذيك المشهورة بس أبو عقيل يعني من واحد كذا طول يعني ممكن 2.5 سنتين كانوا يسموني أبو عقيل على اسم جدي الله يرحمه أبو الياس، لأنه والدي الله يرحمه الياس. رامي بيغار شي؟ رامي بيغار بيغار إيه بس طريقة كيوت يعني بيغار شون يعني شو يعني طريقة. التحية الشخصي إنه ما يقار لو إني غار ما خرج لي الحجج يعني ما إنه اللي شحينا موقف غار فيه رامي. اقوى موقف يعني انه بطريقه يعني حلوه، ما انه مثلا اذا عملت شيء مثلا هو غار بيقول انه اعمليه كمان لهالشيء، هو بيكون غيران ما انه بيتخانقوا هيك. طيب ليش رامي ما بصير يطلع فيديوهاتك دائما؟ خليني انا اجاوب على هذا السؤال. انتو حدا ممكن يجاوب هذا السؤال؟ لانه شغله لنارين انا بحترمه، هو شغله وصار له سنين بتشتغل. ليش خطيبه ما يطلع؟ يصير خطبه حول الشهر. اوكي اخر 4 مقاطع كانت من شهر وقبل 3 أسابيع يعني كل اسبوع عندها مقطع، يعني 4 مقاطع بالشهر. هذول ال4 مقاطع فيها رزوجة خطيبة قلب السوشيال ميديا، وهذا اختصاصها لها يعني، وانا شغلي بغير مجال. واختصاصك لك اكيد.
عجال نهائيا. نحترم نحن اشغال بعض، وبساعد انا من خلف الكاميرا وهي بتساعد من خلف الاجس كاميرا كمان. بس يعني هذا اختصاص له هو. والله يوفق الناس يعني بيحبوا يشوفوكم سوا، بس انت ما عندك للمستقبل تضلك تطلع فيديوهات صح؟ امبلا عملنا له قناه والله من ايمن. لا ابدا نهائيا. اوكي بدي أعرف كيف كان شعوركم وقت الخطبة؟ في كتير مشاعر يعني، قبل بيوم كان مشاعر، قبل بساعة ساكين كانت يعني قلابة مثل ما بنقول نحن. قبل بيوم، قبل بيومين، قبل بثلاثة كان في كتير توتر، بس باليوم نفسه بيوم الخطبة كان الحماس يعني مسيطر على الجو بالنسبة لي. طبعاً يعني نسكب لارين أو نارين لأنه ما يحتاج صراحة، كبار زوج كبير يعني ممكن زوجة كورونا 14 سنة كذا. أنا أصلا مسوي المقطع عشان مين؟ بيسو، عشان بسة، عشان البسة ولا عشان البستين صراحة. بس نشوف هذا المقطع. أسئلة محرجة مع خطيبي طبعا، كلهم نفس العادة. شو اسمها يا بيسان؟ صار الخطبة 3 أسابيع، آخر 3 مقاطع هي كل أسبوع عندها مقطع حلو. قبل 3 أسابيع انخطبت، قبل أسبوعين أسئلة مع خطيبي، الأسبوع هذا كواليس، الأسبوع الجاي تزوجنا، اللي بعد بكرة نشوف التحليل. طيب بنشوف صراحة. هاي حبايبي كيفكم؟ معكم بيسان ومحمود. محمود خطيبي للي ما بيعرف وقرأ الأخبار والصحافة وال والله أكيد خطيب، أقسم بالله أحسن إنسان شفته بحياتي. كان بدي تقول أحسن خطيب خطبت. طبعا اكيد راح يكون كيوت يعني ما شاء الله. الفرق بينهم تعرفون ايش الفرق بين بيسان ومحمود؟ ما في فرق يا يعني، ما في فرق والله العظيم، استغفر الله العظيم. اثنين عندهم خدود، اثنين عندهم زلف، الفرق انه حواجبه عريضات، بس هذا الفرق بينهم. وهو مسوي خشته عمليه. يلا بعدين بحكي لكم بهذا الفيديو، بس هذا الفيديو عملناه لحتى شو؟ نتعرف عليك، نتعرف على محمود اكثر، على شخصيه محمود اكثر. في كثير ناس لسه ما بتعرف شخصيه محمود. طبعا يا عيال كنا نعرف خطيبها، خطيبه عرضه زياء، نسواني يعني زي النسوان. حنعرف كل التفاصيل عنه وهو حيخبرنا اكثر عنه، لانه في كثير صار تساؤلات عن اكثر من شغله. ايوه بصراحه. خلص تمام. اول سؤال بعد شو رح اسوي لك هيك عشان يعني خاطري، وهو السؤال اللي مو بس المتابعين سالوه، انا كمان بدي اساله، حابه فضول اعرف. السؤال الاول، كم مره حبيت بحياتك؟ دغري هيك؟ ايوه كثير. عن جد؟ عن جد تحكي كثير هيك الواحد بيحكي؟ طبعا انا ودي اوجه السؤال لبيسان، طبعا رح يكون جوابها كثير. انا كنت لاني بمدرسه تركيه، فبتعرفوا الدراما، وكنت طفل، بتعرفوا الدراما التركيه هيك، دراما تركية. عشت انت دراما الحب الحقيقي، الحب الحقيقي هو انت. والحب اللي قبل المسخره، كنت طفل. طبعا يحسسك انه هو على حس كبير، صح انه عمره 20 سنه، بس هو الشيء الوحيد اللي عنده يثبت انه رجال، انه له حواجب زي حواجبي. يا انك اختي قاعده تضحك، انا عشان كذا قاعده اضحك. قوم قلي برا. قوم قلي برا بس ولا حرف ما اقدر. ما يعني كم مره؟ ما جاوبني على سؤالي، كم مره؟ مرتين. يا لهوي يا لهوي، هاي اكسات محمود. لا بالمدرسه كنت صغير. اوكي تمام، مراهقه يعني وهيك. أيوة. بس مراهقه. ويقول كثير مرتين، انا قلت عايز اقولها 13 14 15 16 مره. السؤال نمبر 2 طلع حالاتي يقولي ما يا جماعه. اوكي السؤال الثاني محمود، شو كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني واللي اكثر سؤال العالم حابه تعرف، كم عمرك يا محمود الحقيقي؟ انا خلقت بشهر الخامس مواليد 2003، عمري 20 سنه. اوكي يعني انت مواليدك 2003؟ نعم. بالشهر الخامس انا وياه بنفس الشهر. عمرك 20 سنة. نعم. وارتحتوا عمره 20 سنة، 2003 الشهر الخامس. أنا 2003 الشهر الخامس عمري 20. والله العليم إنه بيسان أكبر منه بأيام، عشان كذا ما قال اليوم. يعني بيسان، أنا وبيسان قد بعضنا، بس طبعاً أنا أكبر منه بإيش؟ بالطول وبالعقل. عن جد؟ أنت عقلك أكبر من عقلي؟ ولا. طب ليش قالوا عنك صغير؟ كل واحد عم بيقول عمره
15 ايش فيه؟ عجب فانا عم تقول يا الله هو بيبي فيس وانا بيبي فيس اثنيناتنا بيبي فيس وما شاء الله انا لاحظت شغله انا لاحظت انه اثنيناتهم بيبيز صح طبعا اكبر دليل انه الفرق بين بيسان ونارين انه رجل عاقل صار لما بدايه المقطع هو يدق شو اسمه كتفها ايش فيك يا رجل خلاص ليش نتعرف ايه فقالت نمبر 3 لا محمود جاهز؟ جاهز دم انت بقلبي الله حط سلو موشن يا المقطع كله افكتات اقسم بالله العظيم كذا 16 17 افكت بنفس الثانية يريد يحسسونك انه بامريكا ترسلكم سوري عطيني ايديك اعطيني وبترجاك الميسي الله انا شو بعشق لمساتك وما في غيرها بتشفيني يا شاهد حق انه بيسن لا صوتها حلو ما شاء الله لا لا عندها صوت ليك ضمني خلص كمان السؤال الثالث محمود شو بتشتغل انا شغلي برا السوشيال ميديا بالسيارات دوس السوشيال ميديا اخذ تسلية انا بشتغل بالسيارات هل السوشيال ميديا كمان تعتبرها شغل او كيف؟ لا لاني انا من كان عمري 15 سنة فتحته وصرت اتسلى هلو اصدقائي كيفكم؟ انا اسمي محمود ماهر من سوريا عمري 14 سنة انا عمري 15 سنة يا جماعة ما بعرف مرة صورت فيديو ما بعرف شو زتيته شفت له ما بعرف شو زتيته شفت له فيديو وهو صغير اوكي كان عم يقول انه اخترت لسان صناعي لزوجتي المستقبلية صح؟ ايوه كل العالم صارت تقول هذا قدر قديم بتعرفوا كم كان عمري؟ عمري كان 15 مدري 16 سنة كنت صغير هير مين تختار بيسان اسماعيل ولا ياسمين تيكت جماعة بختار عن جد بيسان اسماعيل اقسم بالله اني انا حلمت ببيسان قبل 4 سنين يا كمية قرف يا لو اني بنية واحد يجي يقول ليش حرام بالله لا بسخر خطبة حتى اختي خبرت السر قبل ما نعترف لبيسان ايوه كيف من 4 سنين كنت صغير شفتك بمنام انا شفتك انت عايل لاختك السر ايوه لاختي نغم نعم وخبرتها يا قبل ما نعترف لبعضنا انا وبيسان انه بنحب بعضنا لاني نحن صرنا 8 شهور سوا انا وبيسان بس شو ما مو برا السوشيال ميديا هلا من جديد يعني أيوة. بينا صح. كنا نسافر ونطلع وندخل انا وبيسان فلما بلش الاعجاب بيني وبينه انا تذكرت المنام ما حكيت لها لا حكيته لاختي عملت لي ترى هذا القدر يعني إذا صار نصيب بيسام نصيبك الحمد لله صار هذه من السادس مرة يرفعون يدين يا أخي أنت حلمان فيني؟ طب شو الحلم كان؟ يلا حكي لنا أنا هون أذان صاغية أنا قبل 4 سنين أصغر مني بسنة جماعة هيك قصة بسرعة يحكي لنا لأنه عن جد انصدمت عن جد يا جماعة والله ما بكذب محمود شو دارس او درست؟ سأليني انا بعمري ما درست عربي بعرف انا سنة وبعرف يا جماعة اسمعوا انا من سكان تركيا فانا دارس تركي من انا وصغير تعرفوا متى عرفت احكي عربي على السوا لما فت تقريبا من سنتين صرت عاشر عربي وتعلمت كتير يعني كنت اوكي بعرف بس مو كتير يعني انا يعني كان عربيته ثقيلة يس كان كتير تركي هلا عم بتخف الحمد لله لا بعد ما كان عربي اكثر سنه ترشا باليوم بقفت عادي بدايه ترشا كنا شجر عادي حتى كنت بالمدرسه التركيه كنت قزم الكل يتمسخر علي فجاه بوم صرت طويل ما شاء الله طلعت من الكاميرا كلها والله بس يا جماعه انا عندي هدف اني اوصل لطول اخي اكبر مني بسنه وشوف بس تطلع من صف سادس او سابع صف ثامن يعني شوف عندك الطول مره يعني انا كنت من 100 ويمكن 100 عتبه وصلت ممكن 160 صف تاسع طول مجرد رقم مو العمر شو كم 150 لا بس بجنن سام صورة صغيرة ترى شيء قاعدة جدا جميل تعرف ليش حلوة تعرف ليش حلوة هيك أبدا حطها بقلبي وقافل علي خلاص اوكي يعني هلأ ثواني حرفيا أنا أريد أراجع حرفيا مقطع كله قثاء قاعد تابع جان صغار يعني لو اني متابع شفا افضل لي اقسم بالله العظيم شي اعوذ بالله من الشيطان والله واحد
فعلا قصص الحلقه تسلكوا اشتراك في قناه الجيت عشان تغس تفعلين لي كام تبعنا سناب بعد صلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم ومع السلامه.